طموحي ده انا قلت لك من شويه، يبقى الفريق في الدوري الممتاز. وعلى فكره لو اللي حصل دي تعتبر انجاز ومعجزه للفريق، في ظل اللي بقول لك فريق الوحيد اللي في المجموعتين ان اللي مشى 14 لعيب ما بين بيع واقاره وما جابش لعيبه وما عملش فتره اعداد وما معهمش جهاز فني مستقر، اشتغلنا في وقت قصير عملنا نتائج كويسه ايجابيه، ما الا ماتش بس اللي سقط فينا، سقط معانا هو ماتش الجونه، لكن غير كده المجموعه متشابكه وصعبه. وعايز اقول حاجه، الناس ان شاء الله اتحاد الكوره يشتغل عليها، واتحاد الكوره اجتهد في ظروف صعبه ان الدوري كل الناس عانت ولقت صعوبات في البطوله السنه دي. اعتقد لو المجموعه الدوري اتعمل السنه الجايه 22 فريق، لان ما يعني الانديه كلها اداره ومدربين واجهزه فنيه ولاعبين شالوا تحملوا ما لا يتحمله بشر في حته البطوله ما كانتش تشتغل، امكانيات الدوره صعبه. فارجو ان هي السنه الجايه تقام 22 نادي وهتبقى فيها منافسه قويه، هتلاقي الفرق اللي موجوده دلوقتي بالامكانيات هتساعد منتخب مصر في ظهور كمان لما يطلع ثلاث فرق مع النادي المصري في الموسم الجديد. ممكن في الفرقه دي كل فرقه عندها 25 30 لعيب من الفرق اللي جايه، من ال 22 لعيب الموجود، من 22 فريق اللي موجودين ممكن يبرز لعيب لمنتخب مصر ممكن احنا الناس مش شايفاه يطلع من مع الانديه اللي طالعه من القسم الثاني، زائد اللي يبقى ال 19 فريق اللي موجودين حاليا مع نادي مصر. اعتقد ان يبقى عندك ذخيره كبيره جدا لمنتخب مصر.